هنا ضحية بيروت الجنوبية، ميليشيا حزب الله تستقبل بكثير من الترف عناصرها الستة الذين خرجوا ضمن اتفاقية كفرية والفوعة. أما من تبقى من أهالي البلدتين وميليشياتها فهذه صورهم في جبرين شرق حلب، يشتكون إهمال النظام وإيران ويصفونهم بناكري التضحيات على حد تعبيرهم. أنا ما لقيت، أنا لهلا بدي أتمدمد ما بلاقي محل. وين على أساس نحن الصمود ونحن بدي يعملوا لنا تماثيل والتاريخ يكتب عننا؟ مشهدان في همامنا المفارقات ما دفع موالي النظام للحديث عن معاملة يتسيدها الذل والمهانة، وهذه ليست المرة الأولى. فالفرق في المعاملة والمهام القيادية بين ميليشيا أسد الطائفية وميليشيا حزب الله تجسد في مواقف كثيرة، حتى إن الأمر أثار حفيظة ضباط في صفوف النظام اعترضوا على تنفذ ميليشيا الحزب ويدها الطولة. أما أهالي البلدتين ومن معهم من ميليشيات أسد الذين وصلوا إلى جبرين فوضعوا حسب شبكات إخبارية موالية فيما يشبه الإقامة الجبرية، حيث لم يعطوا أي تصاريح تخولهم الانتقال خارج حدود حلب، إضافة إلى نية النظام إلحاق شبان البلدتين في الخدمة العسكرية. المطاف الذي انتهى إليه أهالي الفوعة وكفرية هو ذاته الذي حفظته مجموعات خرجت قبلهم، وملخصه أن أسهم آلاف السوريين الموالين والمدافعين بشراسة عن إيران ونظام الأسد لا يمكن أن تصل إلى مرتبة سهم إيراني واحد.